43. يقول: ولأبي القاسم التيمي عن ابن عمر رفعه 43. رجل لم تأخذه في الله لومة لائم، يعني يقول الحق ولو الناس تلومه، يعني لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يستحي من الحق ولو كان على نفسه، مش يتكبر بقى ما يكون هو غلطان، مش عايز يقول للناس أنا غلطان ويستمر غلطه، لا، يقول أنا غلطان ويتراجع، مش مشكلة. وكذلك لو كان الحق يؤدي إلى ضرر بي برضو يقول، حتى وهو اللي عنده، يعني لو كان الحق لا، يعني حق الغير عنده ولا يملك الغير هذا بينه، يقول الحق برضو. يقول الناس تلومه ما كانش معاه ما يثبت، ما انت كنت قاعد كويس ليه بس جبت لنفسك الشغلانة دي، الناس تلومه، لأن الناس عايزة يجمع الدنيا من باطل ومن الحق، المهم يجمعه وخلاص، عايزين يغرقوه، لكن هو يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ما يعرفش يكذب، يعني العربي كده راجل ما يعرفش يكذب، بلغة المصريين مش ملاوع، ما يعرفش اللوع، يعني اللي على قلبه على لسانه، حتى لو حاول يكذب يبان على وشه، مش كده برضه؟ في ناس كده، وفي ناس يوديك البحر ويجيبك عطشان، وشه ما يبانش عليه حاجة خالص، ماسك فيس، يعني كأنه لابس ماسك، يبقى كله كراهية وبغض وحيغرقك، واخدك ويطبطب عليك ويطمنك لحد ما يوصلك البحر ويغرقك، وبعدين يتلقى العزاء فيك كأنه ما عملش حاجة، يبقى هو أول المعزين. وفي ناس كده خطير، فربنا ينجينا منه. لكن المؤمن تلاقي اللي قلبه على لسانه، المؤمن ما عندوش ايه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، الكافر خب لئيم، لكن المؤمن غر كريم، يتخدع، يعني المؤمن من طبته يحسن الظن بالناس، ومن علامات الايمان انك تخدع، يعني لما تخدع قول الحمد لله ان انا مؤمن، اما حد يخدعك ويضحك عليك ومش عارف ايه بتاع، ياخد منك حاجه ويبقى قلبك حاسس انه نصاب، بس انت مكسوف تتهمه انه نصاب،
وبتدي له الحاجه وقلبك بيقول لك ده انا اصدق بس بتديها له. طبيعه المؤمن كده ليه؟ لانه حتى لو قالوا في قلبه ان اللي قدامك ده وحش يقوم يتهم نفسه يقول لا ما يصحش انا اللي وحش هو كويس ان شاء الله. ادي طبيعه المؤمن. غير شفت بقى الكلام النبي بقى والمؤمن غير كريم يعني حتى لما يخدع يصفح عمن خدعه كمان يعني ممكن يخدعه وياخد منه فلوس وبعد سنة أو اتنين يجيله مزنوق تاني ويخدعه تاني ويديله فلوس تاني وعارف انه هياخدها مش هيرضاها عارف كويس بس مكسوف يقول له لا يستحي ان هو ايه يرد السائل. قال لي طب انما الكافر بقى لا خلقه لئيم يوديك البحر ويجيبك عطشان ومكار كل الحاجات دي. فالانسان اللي هو غير كريم ده ما هو سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول ايه اذا خدعنا في الله خدعنا له اذا خدعنا في الله يعني لو واحد جاي يخدعنا في الله خدعنا له يقول انا مسكين وغلبان وعايز تديله وانت يمكن عارف ان هو عنده املاك قد كده وعنده اموال قد كده وجاي يخدعك لكن انت من حيائك مستحي تقول له انا عارف انك انت كده من حيائك بس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه الايه الانسان بعيبه فكان كان يقول ايه ما باله اقوام يفعلون كذا لكن ما كانش يواجه ولو شاف واحد في موقف وحش يتغافل عنه يعني يعمل نفسه مش شايف عشان ما يحرجوش وبعدين بعد كده يبقى ايه يواجهه من خلال الناس ما يواجهوش من خلال نفسه. كل دي تربيه نبويه لطيفه جميله لان النبي كان اشد حياء من الايه من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل لن تاخذه في الله لهم تلائم يعني صريح ولو كان الحق هيضره يقوله برضه. ورجل لم يمد يده الى ما لا يحل له ده الخصله دي يعني واحد عمره ما يمد ايده في حاجه مش بتاعته مش حلال بلال لي حتى لو فيها شبهه يمكن تبقى بتاعته يمكن مش بتاعته يقول لك مش عايزها لازم لما تجيله كده وتتحايل عليه ارجوك خدني ساعتها بقى يعمل نفسه بالصيانه تفضل تتحايل عليه مره واثنين وثلاثه لحد ما ياخده انما الثاني يخطفها على طول لا يتروى. يبقى الخصله اللي هو الانسان العفيف الذي لا يمد يده الا فيما يحل له يعني واحد مثلا يمد ايده على واحده ست في الزحمه بقى زي ما بيحصل في الاتوبيس ايدي لا تحل لها ازاي تمد ايدك عليها وازاي تلمسها حرام عليك تحصل الناس بكره الى مد ايده في ايه في الملبس لو في الاعراض ومش كده وبس ولا يستطيع على الخلق كمان مش لسانه شغال زي المبرد وقاعد يتهم الناس وهو كله طهر. يبقى ورجل لم يمد يده الى ما لا يحل له ورجل ثاني لم ينظر الى ما حرم عليه. يبقى ده ما مدش ايده والثاني ما نظرش حتى يعني الحاجه اللي حرام ما ينظرلهاش. يعني ربنا مثلا حرم الخمره وهو معدي مثلا في المطار عاملين كده معرض حاطين فيه ازايز خمره ولا يبص عليها حتى ولا يتفحص الماركات ولا يعجب بشكل الزجاجه. يعني ممكن كمان يجيب الزجاجه دي يقول لك انا مش هشرب الخمره انا هفرغها واغسلها واحطها كده في الثلاجه شكلها حلو احط فيها ميه عند الشفعيه يحرم لانها تذكره بالخمر لانها مصنوعه خصيصا لها فيحرم استعمالها لانها تذكره. وبعدين تسيء الظن بيه يجي واحد يزورك يفتح ثلاجتك يلاقي ازازه خمره فيها ميه يقول لك ده بيشرب خمره وما بتفضل ازازه بعد كده بيشرب فيها ميه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فيبقى رجل كمان مش مأمن يبقى واحد ما مدش ايده فيما لا يحل له والثاني لا ينظر الى ما حرم عليه. كل دي خصال مهمه لازم المسلم يحافظ على نفسه ويتخلق بيها علشان يوم القيامه ما فيش ظل الا ظل عرش الرحمن. الباقي كل الناس واقفه في الشمس مش لاقيه ظل خالص لدرجه ان العرق يلجمه
وبعدين بقى مفيش ضربة شمس وتقول لك اموت واستريح، خلاص يوم القيامة مفيش موت، تفضل تتعزم ومفيش موت. طب وليه بقى ده وانت مش قدها؟ واطلب بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تلقاه الاهوال تنهزم. مش كده؟ يعني العبد صبره ضعيف، اول ما تيجي الاهوال يتهزم على طول، يا رب ارحمنا. لكن ايه وهو في العافيه يقول لك انا ما يهمنيش، انا استحمل، ده انا ايه، واول بس ما يطلع له دم، بس دم صغير كده يخليه ما ينامش طول الليل، صباع من وحس يفضل يدق عليه طول الليل لحد ما الفجر يدنى ما عرفش ينام. ابسط حاجه يعني، ابسط حاجه مؤلمه، شوكه عينه تتطرف بلاش، تفضل طول الليل حرقانه، لا عارف يغمضها ولا عارف يفتحها ولا عارف يبربشها ولا عارف يروح في النوم. ابسط حاجه يعني تقلق الانسان لانه خلقته ضعيفه. فالواحد لا يتمنى ايه في البلاء وهو في العافيه، لانه مش هيعرف صبره هيبقى شكله ايه. وفي جزء من الصقر عن ابن عباس الثالثه والاربعون، من قرأ إذا صلى الغداء ثلاث آيات من سورة الأنعام إلى ويعلم ما تكسبون. عشان كده من ضمن أوراد الصباح في الأذكار بتاعت الصباح مكتوبة في بعض الأوراد إنك تقرأ إيه الآيات الأولى من سورة الأنعام، تلاقيها بعض الناس حاطينها في الأوراد وظائف يقروها كل يوم بعد صلاة الصبح عشان الفصل ده، اللي هو من قرأ إيه في سورة الأنعام اللي هو الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم إليه ترجعون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بس لحد هنا الثلاث آيات الأولانيين سهلة يعني بعد ما تصلي الصبح وأنت بتختم الصلاة ما تقول إيه الثلاث آيات دي وتواظب عليها وتحفظه، الثلاث آيات قصار تبقى ايه استفدت بخصله من الخصال لعل الله. بس الحديث اللي بيقول الخصله دي حديث ضعيف قوي، لكن يستحب الاخذ بالضعيف في فضائل الاعمال. فهمت؟ مش تتركه بقى تقول اصله ضعيف، طب هتتركه تعمل ايه؟ هتخش تنام؟ طب ما تقولها احسن بدل ما تنام، هي ايه وقران تاخد ثواب حتى. بس في ناس يقول لك اول ما يقرا ضعيف يقول لك الحمد لله مش هنعمل بيه استريحني. لا، لو في فضائل العمل وهو ضعيف. قال ابن حجر والمتهم به ابراهيم بن اسحاق الصيني بكسر الصاد المهمله وبعد التحتيه الساكنه نون، وعند ابي الشيخ والديلمي في مسند عن انس بن مالك السابعه والثامنه والتاسعه والاربعون، واصل الرحم. لما يبقى بينك وبين رحمك صله، وعلى فكره مش انت تقول انا بوصل رحمي، ده الرحم هو اللي يشهد لك، لازم الرحم هو اللي يشهد لك مش انت اللي تشهد لنفسك. لكن عارف بقى لو الرحم انت هي اللي بتتصل بيه ومش عارف ايه ومتصور انك انت كده بتوصل، لكن لو سالت واحد فيهم مين اللي بيوصل رحمه في العيله دي يقول لك فلان وفلان. اسمك هيتقال ولا مش هيتقال؟ لما يسالوا الرحم بتاعك كده مين اللي بيوصلكم يا فلان؟ لو اسمك ما تقالش في القعدة على لسانتهم تبقى مش داخل في الموضوع، بيبقى واصل الرحم ده اللي بيشهد له الرحم، مش هو اللي يقول الحمد لله انا مش متخانق مع حد من قرايبي ولا بجيب سيرتهم وفي نفس الوقت برضه لا بيزورهم ولا بيسال عليهم. ولما واحد فيهم يتزنق في الحلف شويه مال وانت عندك على قلبك قد كده مليارات عشان انت من فلول الحزب الوطني، وبعدين يجي بعد كده يستلف منك ما يقدرش يديك ما ترضاش تدوم، طب وليه؟ ليه تعمل كده؟ خد بالك، يبقى اذا احتاجك تلاقيه جنبك، ممكن يحتاجك ماليا تديله مال، ممكن يحتاجك معنويا هو بضائقه وعايزك يقول لك انا مزنوق تعالى امن الدوله قبضوا عليا وبيحققوا معايا وانت راجل ايه ليك وجاهه، واخد بالك، تكون مثلا ضابط بوليس مثلا لا سمح الله ولا حاجه في الداخليه او في المجلس العسكري ان شاء الله وربنا ينجينا، واخد بالك، يعني ليك حيثيه يعني في المجتمع، وبعدين اتصل بيك وقال لك الحقني ده واخدني تحري كده وعاملين فيه، تقف جنبه شو انا مالي انا هطلبت كده
ومش هتراح او الترقيات هتتاخر عليا وتكروا ان انا لي علاقه بيه وزي ما بيعملوا الناس تكبر. لا ده جبل ده ربنا بيقول لك وان احد من المشركين استجارك فاجره. فلو احد من المؤمنين استجارك تعمل فيه ايه؟ من باب اولى بقى اذا كان المشرك تجيره لو استجار بيك، يبقى المؤمن من باب اولى. طب والمؤمن القريب من باب اولى واولى واولى. مش تعمل ودن من طين وانا عيوانا مالي وتقفل الباب وتقفل الموبايل كمان عشان ما يطلبكش وتنام تستريح. حركات ندالة مش بتاعة المؤمنين المحترمين. فهمت؟ يبقى ايه؟ واصل الرحم دي مهمة اوي. عارف الرحم علشان يشهد لك لازم تدفع من جيبك، يعني لازم تبقى ايدك سخية على الكل، ولما يبقى ليك حق معاهم تسيب جزء منه، ما تعملهمش بالحق والمستحق. مش تاخد منهم غير حقك، لا ده انت لو خدت حقك بالظبط منهم يكرهوك. الرحم كده يقول لك ده بيعاملنا زي الغريب، يقعدوا مع بعض يشتكوا يقول لك ده بيعاملني زي الغريب، ده بيحاسبني كأن انا واحد غريب. حسابك 97 جنيه ونص، تدي الورقه ب 100 وتستنى تاخد 2 جنيه ونص، يتغاظ بقى منك. 2 جنيه ونص يتفقى بس يتغاظ لو خدتهم، وهو عنده ما تسويش حاجه بس برضه يتضايق يقول لك ده بيعاملني زي الغريب، ايه عن الورقه ال 100؟ فاهم؟ فالرحم خد بالك في سر الرحم ده، الغريب يحبك لما تدي له حقه بس، لكن الرحم لو اديته حقه بس يتضايق يقول لك ده بيعاملني زي الغريب. يا عم ده انا اخوه ابن امه وابوه بيعاملني زي جاره كانه غريب. شفت ازاي بقى؟ يزعل منك اخوك. يبقى الرحم امتى يشهد لك انك بتصله؟ انك انت تبقى ساخي معاه وتسيب له جزء من حقك، ولو سلفته وجاي يرد لك تقول له هديه للعيال. ادي الرحم، ساعتها بقى يشهد لك. لكن لو سلفته وجاء رد لك خدتهم، ايه الجميله يعني؟ طب ما هو كان ممكن يروح لواحد صاحبه ويسلفه ويرد له ويقول له شكرا، صح ولا لا؟ لكن ايه الجميله يعني علشان تقريبه بقى وابن عمه وابن خاله واخوه؟ لازم بقى يبقى في معامله خاصه. حتى ما يجي يسلم لك افرض مبلغ كبير مش عايز انت تسيبه له كله، خد جزء وادي له جزء وتقول له كده خلي دول ليك. وعلى اي حال لو انت بتسدد دلوقتي انا مش مستعجل عليهم، لو انت قدامك حاجه تحطها فيها وتبقى تسددهم بعد سنه تاني يلا توكل على الله. شفت بقى يحبك حب مش بعد كده. يقوم ساعتها يوم القيامه يقول فين واصل الرحم؟ يقوم هو يهتف باسمك، هو نفسه يهتف باسمك. شوف قد ايه، ادي الحكايه، تقوم خارج من غرقه لظل عرش الله بشهاده ايه؟ الرحم نفسه. يبقى عرفت السر الرحم؟ الرحم طول ما هو ايدك سخيه عليه طول ما هو يشهد لك. شوف الامام الشافعي يقول ايه؟ وتخلق بالسخاء فكل عيب يداويه السخاء. لو انت فيك عيوب الدنيا والاخره لكن سخي مع الناس ما يشوفوش فيك الا الحلاوه. حتى عيوبك يحولوها الى ايه؟ لو انت عصب المزاج مثلا وبتشتم كده وبتاع لكن سخي معاه يقول لك ايه؟ اصل هو على فكره قلب ابيض، وعلامات انه قلب ابيض انه يشتم كده على طول. يعني حول حتى عيوبك يحولها الى مزايا. شفت قد ايه؟ يقول لك ما اعرفش يكتم على طول اول باول كده. يقول للاعور اعور في عينه، يا سلام ده راجل طيب قوي. طول ما انت بتدفع، طب لو ما بتدفعش يقول لك مجرم، شوف قليل الادب، الفاظه وحشه، متبريه منه، لسانه هيوديه في داهيه. شوف ده مش هي دي طبيعه الناس مع بعضها؟ دي الحقيقه. تخلق بالسخاء فكل عيب يداويه السخاء. حكمه من الامام الشافعي لانه تعامل مع الناس كلها وبيلخص لك. عايز الناس تشهد لك خليك سخي على طول. يا كل الناس تشهد. حتى لو جيت يوم القيامه وانت سخي مع الناس وبعدين ربنا حط الموازين قال لك انت اغتبت فلان وجبت سيرته بطريقه وحشه، وفلان ده انت كنت سخي معاه
ويقول لربنا ايه؟ انا مسامحه ربنا خلاص خلاص عديه عديه. ليه؟ لان انت اصلا عامل فيه جمال من الاول فمش عايز يشوفك مزنوق. انما تصور بقى انت مستخي في الدنيا وكمان بتغتاب الناس وبقيتي يوم القيامه هياخدوا منك حسناتك بالبساطه. مفيش رحمه، مفيش تراحم بينكم اصلا. يبقى واصل الرحم والخصله 48 وامراه مات زوجها وترك عليها ايتاما صغارا فقالت لا اتزوج على ايتامي حتى يموتوا او يغنيهم الله. احنا عندنا مثلا في المستشفى اللي انا شغال فيها في مش اقل من 20 حكيمه كده. ازواجهم ماتوا، حكيمات بسطاء يعني من اسر بسيطه، وتشتغل ليل نهار وبتاع وتودي عيالها المدارس وتربيهم وتجوزهم وتخرجهم. وبعضهم والله عندنا واحدة حكيمه كمان خلت ولادها حججتهم. شوف قد ايه اهو هم دول الناس اللي ماشيين دول انت تشوفها حكيمه ماشيه في طرقه المستشفى مش عارف ان دي في ظل عرش. وهي واحده امراه بسيطه لا حافظه قران ولا بتاع. انت اصلك متصور ان هتقول القران اللي جنة دول هم بس اللي بيقروا القران بس ولا حافظين القران؟ حافظ سوره البقره ودايره؟ لا، ممكن تبقى مش عارف الا الفاتحه بس. لكن بتعمل خصال اخرى تسبق كل حفاظ القران. فالواحد ما يستهنش بالمسلمين البسطاء اللي ماشيين في الشارع دي. واحدة تيجي تنظف لك البيت. طب بتنظف البيت دي ليه؟ علشان بتربي عيالها. طب وجوزها فين؟ اصله مات وسابها او طلقها وما بيصرفش على العيال. دي من اهل الجنة دي. وانت مش واخد بالك. يمكن تبقى عند الله افضل من ست البيت اللي قاعدة تتأمر عليه. لانها قاعدة ايه؟ بتسعى في الرزق الحلال. ما كانت ممكن تروح تشتغل رقاصة. كنت هتكسب اكتر صح ولا لا؟ لو اشتغلت في رقصه يا سلام ده هتبقى كده دولارات وكده استرليني. لكن هي لا مش عايزه كده عفيفه. فيبقى طالما بتطلب الرزق الحلال وبتقوم بيه على اولادها يبقى دي عند الله من الاولياء الكبار. دي دعوتها مستجابه دي. ده انت بتبقى بذوق لها لبعيد لانها بتسعى للرزق الحلال بدل ما ايه ما بترشح لمجلس الشعب علشان تكوش على اموال الشعب. يعني هي احسن من غيرها برضه. وامراه مات زوجها وترك عليها ايتاما صغارا. احنا عندنا في قرايبنا مثلا كذا واحده ست بالطريقه دي في قرايبنا لما ربوا اولادهم لحد ما دخلوا الجامعه وتخرجوا. يعني كل دول اولياء صالحين خد بالك وانت مش واخد بالك منهم ولا هم واخدين بالهم من نفسهم كمان. يعني بيعملوا العمل ده بسجيه الطبع الرحمه العاديه اللي ربنا غرسها فيه. يمكن ما تعرفش فضل العمل ده لكن بتعمله بالرحمه اللي ربنا وضعها في قلبك. وعبد اللي هو خصله 49 عبد صنع طعاما فاطاب صنعه واحسن نفقته ودعا عليه اليتيم والمسكين فاطعمه بوجه الله. الناس اللي بيطعموا الطعام دول وبيلموا الوجبات من البيوت ويوزعوها على الفقراء ويعملوا الشمن بتاعت رمضان ويوزعوها على الفقراء والحاجات دي كلها انت مش متصور انها عند الله قد ايه عظيم. وهي اعمال بسيطه. افرض انك انت ربنا مش مديك قدره على العباده يعني ما تقدرش تقف تصلي صلاه طويله ما تعرفش تصوم. طب ما عندك عبادات اخرى ممكن تسبق الصوام والقوه. عبادات اخرى تناسبك. تكفو اليتيم. تطعم الطعام. تصل الارحام. تبر الوالدين. تقضي حاجه العاجز. كل دي حاجات حلوه لطيفه. تعود المرضى. تتبع الجنائز. ولو ربنا مديك اموال تسلف الناس قرض حسن. كل ما تلاقي واحد مزنوق تسلف وقول له لما يتيسر ليك يبقى تعالى سدد ما تحددوش ميعاد كمان. كل دي اعمال كتيره ممكن تعملها لو انت مش متيسره ليك ايه العبادات القويه. تقول له لا انا ما اقدرش انا طول الليل كده بصلي كل يوم طب انا عندي شغل بكره. ما لو سافرت مش هعرف اروح شغلي. ولما بصوم بضعف عن العمل لا عارف يصوم ولا عارف يصلي. ولما بصلي السنن بيضيع علي عمل لان يعني عمل يا دوب بلحق الفريضه بلحق شوف شغل. طيب بقى عندك انت اعمال اخرى بقى تقدر تعوض بيها ما فاتك من هذا.
وعبد صنع طعاما فأطاب صنعه وأحسن نفقته، زي المرأة اللي قايمة على أيتامها بتعمل إيه؟ بتشتري لهم الأكل وتقعد تطبخ لهم وتحيي الأكل وتدوقهم عشان يبقى طعمه حلو، والعيال ولادها اللي هم يعتبروا أيتام بتأكلهم كل يوم، مش كل يوم وبس، لحد ما يكبروا ويتجوزوا. شوف قد إيه الفضل اللي هي فيه بقى، فما بالك كمان اللي بيساعدها على النفقة. كل ما يلاقيها مثلا واحد قريبها من بعيد لبعيد عارف إنها قايمة على أيتام يعمل لها ما هي شهرية، وكل فترة يجي يزورها ياخد لها شوية أكل ويحطهم لها تخزن في البيت. كل دي أعمال عظيمة عند الله. لكن الناس متصورة الأعمال العظيمة هي عمرة العشر اللي واخد من رمضان بس خلاص. هي دي. وبعد يخلص العمرة ويجي يقعد ينصب على الناس ويشتم الناس ويجي لحد رمضان اللي بعد. وما ينفعش كده. وفي المعجم الكبير عن أبي أمامة من طريق بشر بن نمير وهو متروك مرفوعا 50 و51، رجل حيث توجه علم أن الله معه، يعني مراقب لله عز وجل على طول، يعني عنده رقابة داخلية كده ومراقب لربه عز وجل. أصل اللي حاسس أن ربنا معاه ده على فكرة يستحي أن هو إيه يظلم حد، ويستحي أن هو ياخد ما لا يحل له، ويستحي ان هو يعني لا يتقن صنعته لانه يعتبرها ده نوع من الغش للناس، ويستحي انه يعصى ربه، ويستحي ان ينظر الى ما حرم الله له لانه هو ربنا معه على طول. ورجل يحب الناس لجلال الله. عارف الناس وخلق الله دي مين اللي قائم بيهم؟ هو ربنا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فربنا هو اللي قائم بيهم. يعني أنت إذا نظرت إليهم بنظر التجلي الرباني فيهم لأحببت كل الناس، لأن ما هم إلا مظاهر لتجلي ربهم فيه. شفت بقى؟ فأحب كل الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه عام كده لدرجة كان يدعي للكفار زي ما بيدعي المؤمنين. الكفار يقعد يدعي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم، فضلا عن انه يدعي للمسلمين للنهار. حتى هو في قبر الشريف النبي ما زال يدعو لامته وهو في قبر الشريف، تعرض عليه الاعمال ان كانت خيرا حمد الله وان كانت شرا استغفر الله لنا صلى الله عليه وسلم. يبقى المحبه العامه دي لانك بتشوف وجه الله في الناس، وجه التجلي يعني. فإذا رأيت وجه التجلي يبقى أنت من أهل إيه؟ من أهل فأينما تولوا فتم وجه الله، من أهل وحدة الوجود بالمعنى الصحيح اللي هو الذي ليس فيه معنى حلول، لا، وحدة الوجود يعني وحدة الموجود، وأنت لست موجودا بذاتك بل موجود بالله، بدليل قول الله فمن هو قائم على كل نفس بما كسب، فهو القائم على كل نفس، فأنت قائم به. لولا أنه قيوم ما قمت، لولا أنه متكلم ما تكلمت، لولا أنه بصير ما أبصرت، لولا أنه سميع ما سمعت، لولا أنه مريد ما أردت، لولا أنه قدير ما قدرت. شفت بقى؟ فهمت؟ كل الصفات دي قائمة فيك به سبحانه وتعالى. يعني معنى وحدة الوجود عند الصوفية بالمعنى الصحيح اللي هم الناس ما يروش يفهموها، وقالوا بيقولوا بالحلول. حلول ايه؟ حلول ايه يا أستاذ؟ هو ربنا يتقيد بمكان وزمان؟ من يقول ذلك؟ من عنده ذرة إيمان يقول أن الله يتقيد في الأكوان ويتقيد في التحيزات وفي الأجسام؟ يستحيل عليه التقيد. لكن الله يتجلى، الله يتجلى، فالتجلي مقيد والمتجلي مطلق لا يتقيد. فإذا نظرت إلى التجلي الذي هو مقيد أمامك تعاملت مع الخلق جميعا كأنك بتتعامل مع الله، بدليل الحديث القدسي يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، يقول أما علمت أن عبدي فلان كان جائعا فاستطعمك فلم تطعمه،
أما لو أطعمته لوجدتني عنده. شفت يعني معنى وجه التجلي؟ يعني إذا أردت أن تقوم على نفس تحفظها من الطعام من الجوع، يبقى كأنك أنت بتقوم بحق الربوبية، كأنها وصلة لله، فأنت بتقوي مرايا التجلي التي بها يظهر الله، لأن الله يظهر بالتجلي في القيود وهو مطلق، فلا يمنع قيده إطلاقه ولا يمنع إطلاقه قيده في التجلي. فسبحانه. يبقى ورجل يحب الناس لجلال الله، يعني إيه؟ يرى وجه الله فيه. كل شيء هالك إلا وجهه، لأن لك أنت وجه تجلي رباني لا يهلك، لأن ده الله، ولك وجه من العدم البشري الخلقي وهو الذي يهلك، ولكن يبقى الله فقط. وعند الحارث بن أبي أسامة مما اتهم بوضعه ميسرة بن عبد ربه عن ابن عباس وأبي هريرة الثانية والخمسون: المؤذن في ظل رحمة الله حتى يفرغ، يعني من أذانه. وعند الديلمي بلا إسناد عن أنس: الثالثة والرابعة والخامسة والخمسون: من فرج عن مكروب من أمتي وأحيا سنتي وأكثر الصلاة علي. كل دي بشارات حلوة، يبقى نكثر من الصلاة، نحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنن النبي اللي ماتت، حسن المعاملة على فكرة، العفو عند المقدرة، دي سنن للنبي ماتت. الناس متصورة أحيا سنتي يعني إيه؟ لو كان مش مربي ده ولا خربي ده، طب هي دي سنة ميتة؟ ده الناس مربيين دونهم لحد سرته من الأستاذ، دي سنة مش ميتة. يعني عايزين بقى السنة الميتة. إيه السنة الميتة؟ إن اللي يأذيك تحسن ليه، مش تكرهه. تعرف تعمل السنة دي؟ سنة صعبة أوي، لكن تربية اللحية حلوة موفرة على الأقل، مش هروح أحلى ولا هجيب مواس، وحاجة جميلة والناس هتوقرني، ولما أروح الجامع يقدموني للإمامة، وحاجة كده برضو يبقى ليا أبها، يعني برضو نفسه ليها فيها نصيب. إنما أن يعفو ويصفح ويحسن لمن أساء إليه، آه لا دي صعبة، دي صعبة، دي مالناش دعوة بيها، دي سنة صعبة مالناش دعوة بيها، موتها دي، اوعى تجيب سيرتها دي. لا، هو بقى إحياء هذه السنن الميتة اللي هي في المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد النعمة وإن دقت، مثلا من سنن وكده، إن ولو النعمة بسيطة، هنسحر النهاردة العيش البيت والحمد لله، مش يمسك مراته طول النهار، مش تنزل تجيبلنا عيش طازة، هتأكلينا عيش بيت النهاردة، ده اسمه كلام؟ انت مش واخدة بالك من البيت، وانت مش يا عم مش حاجة. هي دي سنة ميتة، سنة ميتة، ان الموجود يرضى بيه ولا يتفقد الايه؟ المفقود، ما يطلبش المفقود. عاملين ايه النهارده؟ يقول لك عاملين طعميه، كل يوم طعميه زي الارنب الغضبان، كل يوم خص وجزع، ما ينفعش، ما يصح. كانوا زمان يقولوا لنا واحنا في ابتدائي صغيرين كده، كان في قصه في القراءه اسمها الارنب الغضبان، اللي هو ايه؟ كل يوم خص وجزع، كل يوم خص وجزع. هو بيعلمك من خلال الارنب انك انت ترضى بالموجود، مش يعني تتبطل على نعم الله. يعني حتى الارنب بيحاول يعلمك، مو فيش فايده. ففي سنن كتيره ميته الواحد ياخد باله منها، مش السنن ان انا يعني ايه ابيض الثوب واسود القلب، لا لا، ده انا ابيض بقى القلب اولى من بياض الثوب. يبقى احيا سنتي، واكثر الصلاه علي. طبعا الصلاه على النبي لها فضائل لا عدد لها، وهي ارجى الاعمال قبولا على فكره، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فيها حب خالص للنبي كده. يعني أنت لما بتقعد مثلا في الأوضة كده وقافل على نفسك وقاعد تصلي على النبي 100 200 300، إيه الدافع يعني؟ هتاخد بيها وظيفة يعني؟ هيرقوك يعني؟ المرتب بتاعك هيزيد؟ مش منتظر حاجة إلا حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. واللي يحب النبي ربنا يحبه، لأن ده حبيب الله.
حبيب المحبوب يبقى محبوب، واللي ربنا يحبه ما يعذبوش على فكرة. اللي ربنا يحبه مش هيعذبه أبدا. فطالما انت استخبيت في حب النبي بقيت من أحباء الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي كتيرة، منها وأهمها كثرة الصلاة عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريقه للجنة. فالواحد ياخد باله منه. وفي مسند الديلمي عن علي مرفوع عن السادسة والسابعة والثامنة والخمسون: حملت القرآن في ظل الله مع أنبيائه وأصفيائه. يا سلام، الحمد لله، ربنا يجمعه في قلبنا جميعا. ودي بشرى لأهل القرآن، ودافع للي كان حافظ القرآن ونسيه انه يرجع يراجع تاني مش يسيبه ويهمله، ودافع للي حافظ جزء من القرآن يكمل الأجزاء ويختم، ودافع للي ختم انه يستمر. لان احنا ايه قايلين من ضمن الخصال اللي عرناها: من حفظ القرآن في صغره ويتلوه في كبره في عجل عكس الله، يعني ما ينسوش باستمرار. هذه كلها خصال مهمة. والأنبياء والأصفياء كل دول برضو إيه؟ في ظل عرش الله. يعني ما تبقى في ظل عرش الله حتى مع مين؟ مع الأنبياء ومع الأصفياء والأولياء والصالحين، هتبقى مع أكابر الموقف اللي هو في يوم القيامة. وعند أبي يعلى عن أنس رفعه التاسعة والخمسون: المريض، بشرى للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة أو أمراض علاجها صعب أو أمراض ملهاش علاج، كل دي بشارة. يعني يا سلام لو علم المريض ما له عند الله من أجر بصبره على مرضه ما تمنى الشفاء. تصور بقى، لدرجة إن ساعات الواحد يقول: يا رب عافيني من مرضي، عافيني عافيني عافيني. يوم يقول له: كيف أعافيك مما به أعافيك؟ إذا كنت أنا بعافيك بالمرض ده، كم من إنسان في مرضه ربنا رده إليه ردا جميلا. يعني أنا أعرف واحد صديقي طبيب كان جراح أصغر مني بحوالي 10 سنين، وبعدين في سن 32 سنة هو كان قوي كده نومه قليل، يلعب رياضة، ويعني عنده زهو كده بقوته ده ربنا مديه، وذكي وشاطر في مهنته على سن الاثنين، وكانش يصلي كمان، ما هو مشغول في قوته بقى والملكات اللي ربنا اديها له، واخد بالك، فما بيصليش، لكن يصوم رمضان. صور كان يصوم معانا رمضان في السكن ويفطر معانا وما بيصليش. ليه ما بيصليش؟ يقول لك ان شاء الله احسن، ادعوني وما يصليش. حاجه غريبه، مع ان يقولوا له في حاله تحت ينزل جري ان شاء الله، نايم امتى ينزل على طول يشوف نشيط في عمله، تيجي في الصلاه يقول لك تعبان بقى طول النهار شغال ينام. حاجه غريبه. على سن ال 32 سنه جاله سرطان قولون فجاه، حتى كلنا احنا فوجئنا، لقينا بيخس وبتاع، عمل تحاليل واشعاعات ومش عارف ايه، فثبت فعلا انه عنده سرطان. وهو من اسره يعني غنيه شويه، ما رضوش يعملوا له عمليه في مصر، خدوه فرنسا، واخد بالك، ما عملوا له عمليه في فرنسا، ورجع. رجع من العمليه، رحت انا ازوره، لقيته قاعد حاطط القران وحاطط السبح وحاطط كتاب دلائل الخيرات والصلاح. قلت ايه ده؟ اشوف ربنا رد ورده بالمرض ده، يعني ربنا عافاه بالمرض، حاجه غريبه يعني. ولقيت وشه مع بالرغم من ده ان هو كان مريض وشاحب وضعيف، وشه نور بسبب الطاعه. وبقينا قاعد انا بصبره ومش عارف ايه، وجايب له زمزم، رحت ايه وجايب له زمزم ومش عارف ايه. فبيقول لي: تعرف يا دكتور يسري، انا ربنا فادني في المرض ده وفوقني، اللي ما كانش عمره هيحصل لي الا لو كان حصل لي كده، انا راضي باللي ربنا اداهولي. يقول لي كده، بشوف ساعات المرض يبقى عين العافيه وانت مش واخد بالك، فاهم؟ ساعات يردك رد جميل يشعرك بضعفك فتلجا ليه، ويشعرك بقرب دنو اجلك يقوم يخليك تستعد، ويشعرك ان خلاص الحياه دي ملهاش لازمه تقوم تزهد فيها، فلو كان الناس ليهم حقوق عندك تفضله، مش عايز انا حاجه.
وفعلا الحمد لله هو مات بعد العمليه دي، مات بحوالي 6 سنوات، مات على حاله انا اعتقد انه وصل لدرجه الولاده بسبب الالام المجرحه اللي شافها ومع كمال رضاه. يعني كان لاخر لحظه راضي، فربنا يرحمه ويرحم موتانا والمسلمين جميعا. يعني المقصد ايه هنا؟ مش انك انت في العافيه تتمنى المرض، لا، ولو انت في المرض تجزع من رحمه ربك، لا، يعني انت في الاحوال كلها تبقى راضي، وانت في العافيه قم بحق العافيه، وانت في المرض قم بحق الصبر والرضا بقضاء الله. ما فيش مانع تسال ربنا العافيه، اسال ربنا العافيه، بس العافيه من حيث يعلمها انها لك عافيه. لان من عبادي من لا يصلحه الا المرض فان عافيته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا المرض ومن لا العافيه فان امرضت افسدته. يبقى المريض في ظل عرش الله، المريض في ظل عرش الله، يبقى بشرى للمرضى. ونقف عند هذا الحد الظاهر، احنا مش هنعرف نخلص الخصال كلها، هنقعد كده مده، معلش نخلصها حسب ما ربنا يسر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.